قل هل كان الشيخ بن باز له تأثير في تأخر أو منع التمكين لكم وللمصلحين؟ هو الشيخ بن باز رحمه الله ومجموعة من العلماء رغم علمهم الغزير ورغم في حياتهم العادية على درجة من الورع ولا يقبلون يعني لم يعيشون حياة مترفة ومتفرغون تماما للعلم يعني ليسوا من بعض العلماء الآخرين المستفاد استفادة مادية ضخمة ويريد أن يتمتع بهذه الحياة لا هو أصلا فاضي ما آسف مشغول تماما بالعلم يعني من يوم طلع الدنيا إلى أن توفي هو علم 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 يتعلم ويعلم الشيخ بن باز بن عثيمين هكذا وكذلك هم موثوقون فيما ليس له علاقة بالسياسة يتسأل عن العبادات عن الزواج عن الطلاق عن الحج عن الصوم عن البيع عن الشراء يعني تقريبا انضباط المنهج المعتمد على الكتاب والسنة المنهج استنباط من الكتاب والسنة يعني أما إذا جت السياسة خاصة ما يخص آل سعود حتى السياسة التي ليس لها علاقة بآل سعود غالبا يكون فتاواهم لا بأس بها إذا جت السياسة لآل سعود انهار المنهج بالكامل وانقلب صار مسعود هو المشرع والعياذ بالله هذا لا شك أنه ضرر كبير فعلا وانتفع به آل سعود انتفاعا ضخما يعني والأشكالية ليست هنا الأشكالية أنه عدد كبير من العلماء المستقلين جاروا أو تماهوا مع هذا الوضع يعني صحيح يعني هذا العلماء المستقلين الأقوياء الذين أصحاب التأثير كان يجب في تلك الفترة أن يقفوا في وجه بن باز عثيمين ويقولوا نعم أخطأت في هذا الجانب يعني ما وقفوا بالعكس يعني استمروا يدورون في فلك هيئة كبار العلماء وهم يخالفون هيئة كبار العلماء في الحقيقة في السر فلذلك أعطوا نوع من الشرعية حتى لمواقف بن باز عثيمين في القضايا السياسية ليس بن باز عثيمين نفسه بل هذه المجموعة من العلماء الذين كان لديهم قدرة أن يستقلوا بهذا الرأي.